أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وننتقل بكم من الشاعر تميم البرغوثي إلى الزاوية أو الفقرة السياسية. وطبعا كما نلاحظ ونتابع بهذه الفترة أن الأجواء السياسية بشكل عام هي ساخنة. لتسليط الضوء على هذه الأجواء الساخنة حسب الجو والحرارة، أيضا الوضع السياسي فهو ساخن، معنا في الاستوديو الدكتور نايف الجراد، دكتور في العلوم السياسية، أستاذ في العلوم السياسية. دكتور، يعني نطالع بشكل عام ونتابع الإعلام، هناك تسليط ضوء على ما يجري على الساحة الفلسطينية، على ما يجري بشكل عام في العالم والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك. يعني قبل أيام قليلة كانت فتوى لاهاي الذكرى 7، وهي لا تزال فتوى وذكرى. الآن نحن مقبلين على أيلول واستحقاق أيلول. يعني دعني أن أقول إذا جاز لي التعبير، لم ننجح بأن تكون فتوى لاهاي هي بمثابة قرار ينفذ، هل نستطيع أن ننجح في استحقاق أيلول كون ذاهبون إلى الأمم المتحدة؟ الله يسعد صباحك. يسعد. أولا صباح جميع المشاهدين في طول كريم ومشاهدي تلفزيون فرج الجديد، وشكرا على الاستضافة. الله يخليك. لا شك أنه الموضوع السياسي موضوع حساس ومعقد، ونحن نعيش في ظرف ربما هو من أعقد الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني سابقا. كنا نتمنى حقيقة أن لا تمر ذكرى صدور فتوى لاهاي مرور الكرام، بل أن تتوج بقرارات من مجلس الأمن تلزم إسرائيل على احترام هذه القرارات بإزالة الجدار وب إزالة الاستيطان وغيرها من المسائل التي نصت عليها فتوى لاهاي. ولكن الآن الذي يحكم في العالم هو موازين القوى المختلفة، والولايات المتحدة متوجة على رأس النظام الدولي، وإسرائيل لها دور وباع كبير على هذا الصعيد. ولذلك نترقب أيلول. أيلول ربما تاريخ، أنا شخصيا لا أريد أن أزرع أوهام كبيرة حوله، ولكن بنفس الوقت علينا أيضا أن نتعامل بجدية مع هذا التاريخ. القصد أن القيادة الفلسطينية عندما وصلت إلى طريق مسدود في المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي وبسبب الشروط الإسرائيلية التي لا تريد للفلسطينيين أن يستقلوا وأن تكون لهم سيادة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران، أمام هذا التعنت الإسرائيلي لم تجد القيادة الفلسطينية سوى التوجه إلى الأمم المتحدة ونقل الملف إلى مجلس الأمن على أساس ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس. هل هذا الشيء سيتم؟ هل مجلس الأمن سيعترف بالدولة الفلسطينية على هذه الحدود؟ هل إذا فشل مجلس الأمن هل سنجد أغلبية في الجمعية العامة يمكن أن تؤيد مثل هذا القرار؟ أنا باعتقادي هذه معركة سياسية، معركة سياسية تنقلنا من وضع التفاوض على حدود الدولة وعاصمة الدولة إلى التفاوض على شروط انسحاب إسرائيل من الدولة التي هي تحت الاحتلال. هذا موضوع، إذا ليس تفاوض وإنما تنفيذ وتنفيذ. لأنه إذا اعترف العالم، خاصة في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة بأغلبية كبيرة بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس، إذن تصبح هذه الدولة في وضع قانوني جديد تستطيع من خلاله أن تطالب باستعادة أراضيها المحتلة. تصبح دولة تحت الاحتلال، بالتالي يصبح التفاوض على شروط الانسحاب الإسرائيلي من هذه الأراضي المحتلة للدولة المعترف بها دوليا على هذه الحدود. هذا الوضع الجديد يختلف عن الذي يجري حاليا أو الذي جرى في السابق. الذي جرى في السابق إسرائيل تريد أن تساومك على حدود الدولة من خلال جدار الفصل العنصري، من خلال الاستيطان، من خلال الحديث عن ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة، من خلال الاعتراف، يعني الدفع باتجاه الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل أو للشعب اليهودي. هذا كله بمعنى انتقاص من حقك في السيادة على أراضيك المحتلة عن 67. إذن بمذا نذهب؟ نعم. إلى الأمم المتحدة مثلا، نحن كفلسطينيين. نعم. أو كمنظمة التحرير الفلسطيني. نعم. بماذا؟ نعم. نذهب. نعم. إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. نعم. مثلا نحن نذهب بماذا نكون مسلحين؟ نحن نذهب مسلحين بأمور كثيرة جدا. أولا نحن مسلحين
باعتراف دولي سابق بإعلان الاستقلال في الجزائر عام 88، والذي وصل إلى حدود أكثر من 120 دولة، واعترفت به الأمم المتحدة نفسها، الجمعية العامة اعترفت بإعلان استقلال دولة فلسطين عام 1988 في قرار واضح للجمعية العامة. ثانيا، نذهب مسلحين بقرارات أخرى للشرعية الدولية تقول بضرورة وجود دولة فلسطين. قرار 81 قرار التقسيم ينص على وجود دولتين ولا ينص على وجود دولة واحدة، وقيمت دولة والدولة الثانية لم تقام، بالتالي حتى شرعية الدولة الأولى منقوصة إذا لم تقم الدولة الثانية في قرار 191. قرار 242 يسلحنا بانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة في الحرب، معنا في حرب 67، كذلك 338، كذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 الخاص بالحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الصادر عام 74 من الجمعية العامة، وغيرها من قرارات في مجلس الأمن أو الجمعية العامة تؤكد بعدم شرعية الاستيطان وعدم شرعية الاحتلال وعدم شرعية الضم وعدم الاعتراف بكل الاحتلال على أراضي 67، إضافة إلى فشل المفاوضات. هذا سلاح يعني الإسرائيليين وتعنتهم وحكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وليبرمان التي لم تقدم شيء للفلسطينيين أو في إطار عملية السلام والمفاوضات، هذا أيضا سلاح بأيدينا. إضافة إلى كل ذلك، نحن نذهب وكل مؤسسات العالم بما فيها الأمم المتحدة بشخص مبعوثها إلى الشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة وبشخص المؤسسات الدولية الاقتصادية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر المانحين، كلها اعترفت بأن الفلسطينيين قد بنوا مؤسسات وأداروا هذه المؤسسات وأصبحوا جاهزين لإدارة الدولة المستقلة. نعم. هذا سلاح بأيدينا. نعم. بماذا تفسر أيضا مثلا الحديث يجي الحديث مثلا عن إمكانية العودة للمفاوضات؟ هل هو بمثابة مثلا جعل الفلسطينيين لا يذهبوا للأمم المتحدة وفشل الرباعية، هل يعني هناك في ضغوطات أيضا؟ طبعا بالتأكيد هذا الوضع، هذه الخطوة الفلسطينية، فشل الرباعية طبعا في اجتماعها أو صدور بيان عن الاجتماع. صدور بيان. نعم هذا صحيح. هناك ضغط كبير جدا. أولا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه أوباما قبل أكثر من عام أو حوالي عام، عندما قال أنه يتمنى أن يرى دولة فلسطينية عضوا في الأمم المتحدة في السنة القادمة، لا يقصد فيها أيلول، تراجع حقيقة الموقف الأمريكي وأصبح يتحدث الآن عن ضرورة العودة إلى المفاوضات بشروط أخرى. الرباعية جزء منها تراجع وليس كل الرباعية. الموقف الروسي لا زال كما هو، الموقف الأوروبي متذبذب، هناك ضغوطات أمريكية كما رأينا في المبادرة الفرنسية، اضطر الفرنسيين أن يجمدوا السعي باتجاهها أمام الضغط الأمريكي، وصدور قرار جديد من الكونغرس الأمريكي يدعو الفلسطينيين إلى التخلي عن يعني التوجه إلى الأمم المتحدة، وبالتالي والتهديد بضغوطات بما فيها وقف المساعدات المالية وغيرها من هذه المسائل، واشتراط أيضا حكومة جديدة تعترف بشروط الرباعية وغيرها من هذه المسائل. وبالتالي نعم هناك ضغط، وضغط كبير جدا، وفي مواجهة التحرك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني هناك أيضا تحرك إسرائيلي. إسرائيل تغري بعض الدول، تضغط على بعض الدول، بعض الدول التي الآن تعلن عن موقف أو قد أعلنت عن موقف في دعم الدولة الفلسطينية على حدود رام الحدود قد تتراجع، وبالتالي نحن أمام معركة ليست بسيطة على هذا الصعيد. يعني قد تتراجع، هل الموقف الفرنسي مثلا تراجع بإصدار مثلا مبادرة؟ هل الفلسطينيين مثلا يناقشوا المبادرة الفرنسية؟ نعم نعم. هل هذا صحيح أن نتوجه بمناقشة مثلا المبادرة الفرنسية؟ وأين ذهبت مثلا المبادرة العربية؟ لماذا لم يتم اعتماد المبادرة العربية؟ العرب، أنت تعرف وضع العرب حاليا وضع العرب، الوضع العربي مفكك، الوضع العربي منشغل بقضاياه الداخلية، بالحراك الشعبي والثورات التي تجري، كل يحسس على رأسه وعلى كرسيه من أجل يعني ضمان الاستمرار في ظل وجود هذه الثورات التي اجتاحت المنطقة العربية من تونس إلى مصر إلى غيرها، والآن في سوريا وليبيا وغيرها. بالتالي الوضع العربي يعني لا أريد أن أتحدث عنه كثيرا، غير مساعد، ولكنه أيضا ربما بسبب الحراك الشعبي
يريد أن يعود مجددا للتمسك بطرح القضايا القضية الفلسطينية حتى لا يخسر الشارع الشعبي، حتى يجد نوع من الدعم الشعبي للأنظمة الموجودة، وبالتالي إحنا علينا أن نستغل مثل هذا الأمر. المسألة الأخرى باعتقادي هو أنه الضغط شديد، الضغط شديد، وربما جزء من التوجه إلى الأمم المتحدة، أنا لا أريد أن أقول أنه استراتيجية وأنه نهائي وأنه، ولكنه هو إطار عمل سياسي، بمعنى إذا 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 لم تنجح كل الجهود في الضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات بشروط الالتزام بوقف الاستيطان بما فيه وقف الاستيطان في القدس والاعتراف بمرجعيات الشرعية الدولية للمفاوضات، وبالتالي الالتزام بقرار الشرعية الدولية التي تنص على وجود دولتين على حدود الرابع من حزيران، هذا الأمر يعني يدفع باتجاه الذهاب إلى الأمم المتحدة. أما إذا وجدت مبادرة سياسية بهذا الاتجاه، وأعتقد أنها لم توجد، يعني في حديث من أوباما على أن يكون التفاوض على حدود الرابع من حزيران، والإسرائيليين حاولوا أن يضغطوا باتجاه التراجع، المبادرة الفرنسية تتحدث عن ذلك، لكن كما رأينا في الرباعية، يعني عندما نرى الرباعية تراجعت، عندما نرى من يتحدث عن ذلك وذلك وذلك، هي بمثابة مثلا أن لا تذهبوا إلى الأمم المتحدة وإنما عودوا إلى المفاوضات وعشرين سنة أخرى مثلا. هذا صحيح، هذا صحيح، هو القصد منها إعادتنا إلى المفاوضات، وأنت تعرف أنه لدينا تجربة مريرة في التفاوض منذ العام 91 أو ما قبل ذلك، ونحن نفاوض إلى هذه اللحظة. مفترض أن تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت عام 99، ونحن بعد 13 عام من 99 لا يوجد دولة ولا توجد مرحلة نهائية، وبالتالي نعم، إلى متى سنبقى نفاوض؟ إلى متى سيبقى هذا الاحتلال جاثم على صدر الشعب الفلسطيني؟ إلى متى يبقى هذا الاحتلال وهو آخر احتلال ربما في العالم؟ نعم. والشعب الفلسطيني دون استقلال. بالأمس اعترفت الأمم المتحدة وبشكل سريع بجنوب السودان، وأصبحت الدولة 193 في الأمم المتحدة، وماذا عنا الذين برأيك ولو بشكل سريع دكتور نايف، مثلا نرى هناك مثلا التهافت باعتراف جنوب السودان كدولة ونحن لم يعترف فينا، على ماذا يدل ذلك مثلا؟ هذا يدل على التحكم النظام الدولي بوجود الدول والاعتراف فيها. لا تقوم دولة جديدة في العالم إلا في ظل قبول دولة، بمعنى وجود هذه الدولة يعزز مصالح الدول العظمى بهذا المعنى. أنت تعرف جنوب السودان يعني النفط في السودان، جنوب السودان يعني تجزئة دولة عربية كبيرة قد تشكل سلة غذائية لكل الوطن العربي إذا أحسن الاستثمار فيها، تعني النيل ومياه النيل، وتعني وسط إفريقيا إلى آخره من مسائل يعني قد تصب يعني في باتجاه مصالح وباتجاه، وأنت تعرف أنه التوجه الآن الذي يسود هو كيف تمزق مثل هذه الدول الكبرى حتى لا تقوم هناك قائمة لدول إقليمية ممكن أن تنافس على الصعيد الدولي أو يكون لها ثقل سياسي، ما كما هو مثلا بعض الدول في شرق آسيا أو ربما في أمريكا اللاتينية كالبرازيل أو الهند على سبيل المثال، اللي دول بدأت يعني تنهض، وبالتالي في محاولة للتفتيت. نعم، برأيك دكتور نايف يعني التوجه للأمم المتحدة هو بمثابة الارتقاء مثلا بالشكل النضالي السياسي للشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، وهي استراتيجية الآن ويجب الذهاب مثلا؟ أنا شخصيا أؤيد الذهاب، وأنا أعتبر أنه هذه شجاعة فلسطينية أننا أعلننا أن المفاوضات قد فشلت وأنه يكفي هدر للوقت، وهناك من يتحمل المسؤولية وهي إسرائيل، وبالتالي لا، على الأمم المتحدة، على المجتمع الدولي الذي أنشأ إسرائيل واتخذ قرارا بإنشاء دولتين أن يتحمل مسؤوليات تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي على مجلس الأمن والجمعية العامة أن تأخذ واجبها في الإطار، لأنه إحنا تاريخيا المشكلة لدينا هي تصدر قرارات شرعية دولية، تصدر يعني تؤخذ إجراءات إلى آخره في مواثيق دولية، ولكن إسرائيل عمليا فوق القانون الدولي. إلى متى سيبقى هذا الأمر قائم؟ إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون، فوق تطبيق قرارات الشرعية الدولية؟ مطلوب تفعيل آليات الإلزام الدولية
تجاه إسرائيل وتجاه القضية الفلسطينية، ومنها قرار 242 وهو قرار صدر من مجلس الأمن، بالتالي يجب أن يطبق، هذا قرار إلزامي، قرار 338 من مجلس الأمن، قرار 1390 بخصوص الدولة وعملية السلام والاستيطان إلى آخره من القضايا. بالتالي هذا يمكن أن يتوج مجموعة من القرارات إذا ما جرى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس. لكن أنا يعني في إطار هذه الاستراتيجية حقيقة أنا لا أريد أن يخلق وهم، وكأننا إذا ما أخذنا الأغلبية في مجلس الأمن، إحنا نريد 9 دول، علينا يعني أن نحصل على 9 دول من 15 بما فيها تقريبا نصف الدول، يعني فتوى لهاي 14 من 15 نصف الدول الدائمة في مجلس الأمن. نحن لدينا الآن الروس والصين معانا، ممكن فرنسا أو بريطانيا الله أعلم يعني إلى أين تصب في ظل الضغط الأمريكي. أمريكا ستعلن وأعلنت أنها بمعنى ستمارس حق النقض الفيتو، بالتالي سيحبط القرار في مجلس الأمن. إذا أحبط القرار في مجلس الأمن مرة ومرتين وثلاث كما حصل في سوابق تاريخية على صعيد اعتراف بالدول، من حقنا أن نذهب إلى الجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام. في هذه الحالة إذا صدر قرار من الجمعية العامة تصبح له صفة الإلزام بموجب الميثاق السابع، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يصبح ملزما له قوة الإلزام كما هي قرارات مجلس الأمن. نعم دكتور نايف، يعني في ظل الأجواء السياسية الدبلوماسية التي تسود بشكل خاص القضية الفلسطينية وبشكل عام في العالم، نلاحظ مثلا اليونسكو بماذا بالأمس مثلا الاعتراف في القدس عاصمة دولة إسرائيل، اليونسكو التي كان لها يعني حضور كبيرة فلسطين في اليونسكو الآن تنعكس الآية. الأنروا مثلا هناك في تقليصات وتخفيضات مثلا في بعض الخدمات التي تقدم، كيف تنظر إلى ذلك؟ هل هي بمثابة ضغط على الشعب الفلسطيني مثلا على القضية الفلسطينية من أجل التراجع وعدم الذهاب للأمم المتحدة؟ هذا صحيح، أنا باعتقادي هذا صحيح، هذا جزء من المعركة. نحن معركتنا في كل المحافل الدولية على الأرض هنا في مواجهة الاستيطان والإدارة والإجراءات الإسرائيلية والتهويد وعزل القدس وغيرها، ولكن أيضا على الصعيد الثقافي وعلى صعيد عمل مؤسسات الأمم المتحدة وعلى صعيد كثير من المسائل. الأنوروا للأسف حتى اسم الأنوروا يراد تغييره، ولذلك يعني ربما يجري الدفع باتجاه تحمل السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها تجاه اللاجئين، وبالتالي يعني تمهيد للتخلي أو للتخلص من حق العودة، باعتبار أنه حق العودة الآن مطروح، والمطروح هو في إطار الصراع السياسي أن يجري الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل الاعتراف بفلسطين كدولة لكل الفلسطينيين، وبالتالي حق العودة يصبح فقط للدولة الفلسطينية. فيما يتعلق بالقدس أيضا يجري الصراع على القدس، نحن نقول بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، إسرائيل تقول بأن القدس كلها بشرقها وغربها هي عاصمتها، وبالتالي أيضا إسرائيل تعمل على صعيد المؤسسات الدولية بما فيها اليونسكو وغير اليونسكو من أجل الاعتراف أيضا بما تطرحه هي من مواقف تجاه القدس وتجاه غير القدس، وهذا تراجع كبير حقيقة في المؤسسات الدولية تحديدا، ومستغرب من اليونسكو تحديدا يعني أن تلجأ إلى مثل هذا القرار. ولكن أنا باعتقادي أن هذا يجب أن لا يحبطنا، بالعكس نحن أنا أعتقد أن هذا الصراع يحتدم، وعلينا أن نكون بمعنى متكاتفين، أن بمعنى لا ندخر طاقة ولا جهد فلسطيني، ونذهب موحدين على الساحة الدولية من أجل انتزاع حقوق. نعم دكتور نايف، الحديث يطول في السياسي ولكن الوقت يدركنا. صحيح. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات في المجال السياسي، ونتأمل إن شاء الله يكون لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. في نهاية البرنامج من طاقم برنامج صباح الخير طول كرم، كل التحيات لمشاهدينا، نبدأ من مخرجنا الكبير لهذا البرنامج الأستاذ براء عمر، ومعنا أيضا عبد الرحمن مدلل مؤمن جلاد،
ولا ننسى المدير العام الدكتور سمير السرغلي في المتابعة والإشراف، ومديرة البرامج الدكتورة رجاء السرغلي، ومني أجمل التحيات معد ومقدم البرنامج عبد الكريم عودي. شكرا وإلى اللقاء.